ورجعنا لكم تاني احلى ناس في العالم في احلى فقره في البرنامج، وانا عارف الكلام ده كويس وبقوله وانا واثق من نفسي، لان النهارده كمان ايجو ايوه ايجو ايوه ايوه الايجو علي معايا طبل معايا انا مش عارف ايه ليه بقول كده، لان النهارده عامل لكم وصفه بنشوفها كتير على السوشيال ميديا ورقنا بيجري، هي الكانيلوني الايطالي. كمان هعمل تشيز كيك بالجيلي. وبما اننا بنتكلم عن السوشيال ميديا فمعانا النهارده نجمه السوشيال ميديا ندى الاشموني. ازيك الله ندى؟ ازيك يا ندى؟ عامله ايه؟ الحمد لله منورانا ومشرفانا. انا مبسوطه قوي ان انا معاكم، واحنا كمان بجد متحمسه قوي اكل اكل عمرو كمان. ايوه يلا بينا. بصي بقى انت مش فاهمه كانيلوني قوي، بتحبيه؟ هتتخني. بصوا بقى بموت فيه. عايزه اقول لكم ان انا قبل ما ادخل فبقول ندى، ندى هو انت زي رفيعه كده يا ندى؟ يعني ندى الله اكبر الله اكبر. هنبتدي الحسد من اول الفقره. والله انا كنت بس من ساعه ما ابتديت اكل اكل عمرو ما بص هتلبسها في عمرو. انا هبتدي بقى واشوف اللي هيحصل دلوقتي. طب انت عايزه تتخني ولا عايزه تخسي؟ عشان عايزه افضل زي ما انا بس هاكل يعني. انا مش جاي اتغير هنا يعني والله. لا بس انا طويله، انا 170 فمثلا 57 حاجه كده. لا بس ما شاء الله الله اكبر، يعني تاتش وود وجسمك حلو. وانت عايزه اقول لكم يعني انا يمكن اول مره اتقابل مع ندى النهارده، بس انت شخصيه مؤثره على فكره على السوشيال ميديا. ربنا يخليكي بجد والله، ناس كلها بتتابعك. ندى مؤسسه جروب ميس باسكت، والجروب طبعا انت ما تعرفش عنه حاجه. انا عارفه اسمع عنه بس مش جوه. بس بتهيالي هو الولاد سامعين عنه بس أيوه. تخيلين هو ايه اللي بتعملوا ايه بقى؟ هو احنا بقول لك احنا بنبقى نفسنا نموت، هنموت وندخل جوه. مش عارف ليه بس احنا عايزين نعرف ايه هو النظام. وانا مش عارف ليه برضو، يعني مش بحس لو ولد دخل في الاخر هتعمل ايه؟ يعني مفيش حاجه معينه ممكن تحصل. يعني احنا عايزين دايما ندخل جوه مخكم ونعرف انتوا بتفكروا في ايه. عشان احنا مش عارفين يا عمرو انتوا هتعرفوا. دي مصيبه. ما هي عارفه انت ندى النهارده بندافع. لا 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 بس انا احنا عارفين كويس قوي احنا عايزين نعمل ايه. بصي يا ندى احنا بنقول هو لا سوري لا انا قلت ابقى صريحه بس هكذب خلاص. احنا عارفين كويس قوي عايزين نعمل ايه. المشكله عندكم دايما مهم بس هكذب عادي. ايوه عادي جدا. طيب احنا النهارده هقول لكم هنعمل ايه. النهارده هنعمل كانيلوني. يعني ايه كانيلوني؟ يعني الباستا اللي محشيه حاجات لذيذه جدا. بصوا اهي هي دي نوع الباستا، وهنحشيها النهارده بسبانخ وسلامي وانواع جبنه مختلفه. كمان هعمل النهارده تشيز كيك، والبيز بتاعها تشيز كيك ومن فوق جيلي اناناس مع قطعه اناناس وليمون. تخن بس تخنوا براحتكم. انا متحمسه قوي كانيلوني قوي وبحب سلامي قوي، فحاسه الميكس نفسه هيبقى خطير. طيب يلا تعالوا ناكل المكونات بتاعه الكانيلوني. يلا بينا. يلا مكرونه باستا كانيلوني، سبانخ مجمده ومتصفيه كويس جدا من المايه بتاعتها ومفرومه، ريحان مفروم، بضايه، ملح وفلفل، جبنه فتة يوناني لو جبنه فتة عاديه او بلاش خالص دي اختياري، موتزاريلا وجبنه بارميجان ريجيانو او جبنه بارميزان، وسلامي وتوم وعصير طماطم. بس كده بسيطه قوي. بسيطه جدا. بسيطه قوي. حاجات بسيطه جدا. بس اول ما قالها اقول بقى قعدت اقول يعني هتعلم دلوقتي، بس اول ما يعني زاد عن ثلاث حاجات قلت خلاص بقى. انت بتعرفي يعني مش اشطر حاجه بصراحه بجد. يعني ممكن سيرفايف بس مش اوكي. مش هتبقى حاجات لذيذه. لا عمرو اصلا قبل ما ندخل فبيقول لي نرمين انا اسمع عن الجروب ده، بس الجروب ده انا ما اعرفش هو فيه ايه. يعني طيب بقول لها ما توريني اي حاجه كده. لا مش هينفع ده جروب بنات. ايوه لا شفتوا الامانه؟ شفتوا الامانه؟ والله العظيم شاطره والله. يعني فتحت البيج وقعدت قلت له مثلا بيحصل كذا، بيقولوا مثلا كذا، بيطلبوا كذا، حد بينزل مثلا اللوك ده احسن ولا ده. بس عايز اقول لك انت الجروب بتاعك ما فيهوش حاجه، يعني انا عارفه انت عايز ايه. اتفضل. لا تمام. انا عايز تكمل. اصل لما بيسكت كده بيبقى اللي هو ايه انا عايز اقول. لا انا لما برفع ده كده هو اللي هو اسكتي بقى عشان بصي ما مرميكيش بيها. حاسس نفس الحاجه دي. حسيت ان احنا لازم نسكت دلوقتي عشان في زيت هيتحط فاحنا كلنا نسكت دلوقتي. مش عشانه، عشان ناكل في الاخر. بالظبط. هو كله عشانكم في الاخر. طب انا بالمناسبه يعني ان انت سكتي فانا هحط الثوم ماشي وهسيبه ان هو يتحمص شويه وبعد كده هنزل عليه الريحان والملح. بحب قوي الثوم في الاكل والبصل. وانا كمان بموت فيه. لا يبقى بصراحه اي لما اقعد مع حد يقول لي انا ما بحبش الثوم ده احلى حاجه في الاكل. لا انا بموت فيه. بس لان احنا انا ونرمين بالذات لما بندخل مع بعض في الفقره دي بنزود توم بقى وبصل بقى وملح بقى وحط وزيت زيتون. احنا مسمينه عمرو زيت زيتون. عمرو بزيت زيتون بجد. انا بحب زيت زيتون. انا بحب التوم قوي. بحب زيت الزيتون قوي. وانا كمان. طيب انت كنت بتحكي عن محتويات الجروب. انت كنت هتقولي بوينت مهمه ان هو ما فيهوش حاجه يعني نبقى ما ينفعش حد يشوفها او سر او حاجه. لا وانا دايما كين ان لو بعد شر حصل اي حاجه دخل فيك اكونت
حد الاكونت بتاعه اتسرق بس هي لسه موجوده ما يبقاش في كونتنت حد يقول ايه ده الحاجات دي اتاخدت. مش كده كنت بقول لك في الاول لو ولد دخل هو انت ما فيش حاجه معينه هتشوفها إيه لا بيعملوا ايه دول ما فيش حاجه. احنا مش بندور على حاجه ما ينفعش تتشاف احنا بندور على بس في جروبس كده انت اكيد عارفه في جروبس ستات قايمه بقى على الكونفيشن. قلنا اكتر ان ده ازاي بتتعاملي مع الناس اللي ممكن يعني تعمل مشاكل في الجروب او ازاي بتضمني ان ما يكونش في اكونتات وهميه عندك على الجروب وازاي بتحافظي على سريه الجروب لان انت بقالك سنين طويله عامله الجروب ده وانت من اكبر الجروبس تقريبا اللي موجوده على الفيسبوك. ازاي بتقدري تحافظي على السريه والامان للناس اللي جوه؟ اوكي حته اكونتس وهميه دي احنا عندنا مودريترز شغلانتهم بس ان هم يفيريفاي كل او يتاكدوا ان كل اكونت بيدخل الجروب ان الاكونت ده مش فيك واكونت اكتيف بيعملوا كده. بس طبعا ممكن يحصل ان مثلا نرمي تبقى موجوده بعد شهر الاكونت بتاعها حد يعمله هاك وهي السن موجوده فخلاص. فبس يوجوالي احنا دايما برضو كل فتره بندخل نتشيك كل الاكونتس اللي موجوده ناخد بقى حرف حرف يعني ناخد حرف الايه وندخل نتشيك كل الاكونتس نقعد اسبوع كامل عشان نتشيك كل الاكونتس قوي قوي قوي. بس اجان انا مش ببقى خايفه من فكره حد ياخد صوره حد ياخد الحاجات دي كلها موجوده على انستغرام فمش فارقه لي. بس ببقى ممكن واحده حكيها مشكله حكيها بطريقه متضايقه من حاجه عندها مشكله يعني سنسيتيف شويه مش حابه ان حد ياخدها دي اكتر حاجه ببقى خايفه عليها اللي هو سريه يعني. معلومات الناس اللي جوه مش بالزبط. اكتر وتفاصيل حياتهم بس مش هي مش حاجه فضيحه بالظبط ده اللي بقوله هي مش حاجه تبقي مكسوفه منها بس لا. في نفس الوقت انا احب ان ما حدش يبقى عارفها عني. انا عايزه اقول لك كنت لسه كنت بقول لك ايه على الجروب قلت له من اشك الجروبس اللي موجوده دلوقتي على السوشيال ميديا ندى اوريدي شيك بجد يعني جروب حلو جروب شيك وجروب محترم يعني بدون ذكر اسماء عشان اقول اسماء طبعا ثانيه بس في جروبس ثانيه حاجات بصراحه فجه وحاجات صعبه. بس انا كنت بتكلم مع واحده صاحبتي قريب عن الموضوع ده ميس باسكت لما عملته كنت مقرره ان هو لازم اجروب محترم يعني الناس وانت طبعا يا عمرو موجود جدا على السوشيال ميديا وعارف ده احنا بنتعرض لبولينج طول الوقت طبعا طول الوقت. تنمر فكنت مهتمه تنمر فكنت مهتمه قوي ان انا لما اعمل جروب الجروب ده في الاخر يتقال عليه ان هو جروب نظيف ما حدش بيبقى جوه جروب حاسس ان هو حد بيتريق عليه مش لازم على فكره حد من الممبرز يعني حتى لو حد سيلبرتي ممثله غنيه اي حد بالزبط. مش بحب الكونتنت اللي قايم او المحتوى اللي قايم على ان احنا بنتنمر على ناس ثانيه مع ان ليه بقى جروبس الثانيه بتعمل كده بس جروبس يمكن هي اصغر مننا شويه طبعا. او لسه بادئه لان دي اكتر حاجه بتجيب ترافيك طبعا يعني عايزه الناس تانجيج ويدخلوا بالظبط فضايح حطي بقى صوره واحده قولي ايه ده هي دي عامله عمليه ايه ايه ده هي دي مالها ودي بالظبط ودي اتطلقت ودي شفناها لا مع لا مين لا انت جروب عندك بصراحه جروب محترم بس دي اكتر حاجات بتعمل ترافيك بس انا كنت مهتمه هو احنا هنعمل جروب عادي محترم ما فيهوش الحاجات دي وهينجح برضه. بس هو دي هي دي نوعية يعني برضو هي في الممثل ليها على التلفزيون البرامج بتاعت الفنانين طبعا. والبرامج الجريئة والحاجات دي كلها يعني ده موجود في كل الحاجات بمختلف طريقة التنفيذ. أنا دلوقتي عملت إيه نزلت التوم سخنت الزيت نزلت عليه التوم وبعدين نزلت عليه عصير الطماطم هنزل عليه الريحان والملح والفلفل وكده بقى عندنا الصوص بتاع المارينارا سهل اهو سهل قوي شفتي لغاية دلوقتي سهل وهو هيفضل سهل ما تقلقيش ماشي وهنقلب ده كله مع بعض ونسيبه على النار يحصل له ايه يا استاذه نرمين استنى يتعذب صح يتعذب على النار شويه بص البنت ايه كنت اقول حاجه ثانيه اهو هتقولي ايه كنت هتقولي ايه يتسبك يعني ده اللي انا فاهماه لا احنا عندنا مصطلحات هنا مختلفه لا الموضوع كبير قوي في ايه تاني وفي يرقص وفي الحاجات الديزرت هو يتعذب ده انت بتقول كده ولا هو ده الناس عامه لا ده ترم عادي انا خايفه اقول كده قدام حد انا اعذب انا هسيب الصوص على النار يتعذب انا بقوله ان هو يتحاسب او يتعذب أوكي. بس هو هيتسبك صح ولا احنا هو احنا مش هنسبكه قوي لان المطبخ الايطالي مش بيسبكوا الصوصات قوي هو مجرد بس بيسخنوها كده مع بعضيها الطماطم فريش ولذيذه فمش محتاجه ان هي تتعذب قوي يعني لا مش طب محتاج. اسمها ايه بقى تاني اللي هو يرقصوا الحاجات الحلويات لا يا عمرو إيه؟ لا الحلويات ترقص لا اللي هي البتاع بقى البصل والكرفس السوفريتو مش عندنا سوفريتو لا ما عندناش النهارده سوفريتو لا. طيب هنعمل بقى ايه حشوه للكانيلوني ما احنا هنحشي الكانيلوني فهنحط هنا اهو سلامي وهنحط جبنه موتزاريلا دقيقه اهو
وهنحط جبنه الفتة اليوناني. الفرق بينها وبين الفتة بتاعتنا او الفيتا الثانيه بتاعتنا بتبقى كريمي ودي شويه بتبقى ناشفه. اوكي بصي عامله ازاي وبتبقى طعمها شويه مالح. وهنحط كمان جبنه موتزاريلا شويه صغيرين. موتزاريلا ايه ما انت حطيت سوري بارميجان ريجيانو او بارميزان. برافو عليك برافو عليك. ودي سبانخ المسلوقه والمتصفيه او المجمده والمتصفيه والمفرومه. ممكن نحشي اي حاجه بقى نحشي اي حاجه ممكن اي ده. حاجه بقى ده الحشوه الاصليه او الحشوه الايطاليه. طب ممكن تحشي اي حاجه بدايه عشان تمسك الحشوه شويه. اوكي ماشي. وهحط كمان هنا هو ريحان وملح وفلفل وبس كده. انت تجينا كل اسبوع عمري يعلمك اكله. انا متحمسه قوي والله العظيم. اصل كمان هو طريقه شرحه بتحس ان هي سهله. ايوه هي سهلة. ايوه فاهمه. طب احنا معقدين الموضوع او انا يعني معقده الموضوع؟ لا انا اتعلمت من عمري والله العظيم ما كلمت تلفزيون بس بجد حبيبتي. انا اتعلمت من عمري حاجات كتيره جدا. ايوه هي بتقفش الورق معاها وتاخده البيت. هو دي بقى فين الورقه؟ الورقه فين؟ ما خدتش ورقه النهارده. هديك انا ورق. انا عندي ورق هنا اهو. ماشي هاخدها منك. شفتك بقى عامل من اسبوع كده عصير لونه اخضر. ايوه نرمين كانت عماله بتصوت منه ده وحش جدا والله عصير الجنين. هي اللي ملهاش في الهلسي. انتوا ترد فعلكم انت بتقولي وحش قوي هو بيقول حلو قوي. أيوة. لا بصي جرجير كان ايه كان جرجير كان جرجير وكرفس وافوكادو لا 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 وعسل وايه تاني كان لا انا مش هكلمني اول ما قلت جرجير خلاص. لا انا وقفت عند الحته دي خلاص بس صدقيني. طب انت اكيد عندك في الجروب اتكلموا كتير جدا عن عصير الجرجير والشعر والحاجات دي كلها صح؟ شعر ايوه مش نشرب عشان بيشربوه عشان شعرهم هم بقى يشربوه. انا مش شاربه. انا مش هشرب انا جرجير لشعري مش لازم يتقل خالص يعني. وبعدين هو حبيبي قال لي ايه طب هنحط عسل حط برضو وحش يعني. ما هو معاه افوكادو فالافوكادو طعمه حلو جدا. ده اوحش يعني انت مش هو يعني اصلا بتحلي الاخضر قوي ده كان فاهمه والله كان جميل. انا وروان حاجه بص عشان برضو الناس اللي بتتفرج علينا لو حد ما كرهكوش فيه أيوه. لو حد بياخده كحاجه علاجيه خدوه كدواء يا كدواء اشربوه عادي. الدواء بيطعمه وحش في مناخيرك. انا مش بقول لك ان انا هقدم لك ده في كافيه بس انا هقدمه لك عشان انت واحده بتعملي رياضه واحنا كان الحلقه صحيه كنا نتكلم عن الحاجات الصحيه. يا عم انا مش بتاعت الكلام ده. انا بتاعت السمنه والزيت والبصل والطماطم. طيب ما ده مش ليه الحاجات دي. الناس دايما اول ما بتشوفني بيتخيلوا ان انا بقى عشان رفيعه ومحافظه على جسمي وكان انا عامله دايت ما باكلش انا باكل كل حاجه عادي. بتاكلي محشي بتاكلي مكرونه بشاميل بس هقول لك بس انا مش بحب ها مش بحب عامه الحاجات ما عنديش سويت توث يعني مش بحب الحاجات المسكره خالص. ومش بحب الرز والمكرونه قوي. انا ده بقى يعني انا ما بحبش حلويات خالص. انا بعمل احب يعني بحب الحاجات اللي ما بتخنش. أيوة. انا الاكل لو ما فيهاش رز والله دي نعمه كبيره ما شاء الله. لا انا بحب الحاجات الصراحه اللي بتخن. طبعا بحب الكربوهيدرات. انت بتقول مش بتحب الحلويات برضه؟ مش حلويات خالص. أيوة بحب الكربوهيدرات جدا. ما هي الكربوهيدرات هي سكر فهي لا انا احب الخضار والفاكهه يعني بحب قوي حاجات بس مش بحب حاجات اللي بتخن. طيب عايز تقول حاجه تتكلم ولا انا هجيب دلوقتي هعمل ايه؟ انا هفرش الصينيه. خلاص انا خلصت. انا كنت بعجن البتاع. انا الموضوع سهل قوي بجد. ايوه والله سهله. عمرو ممكن تبقى تقول لي حاجه ارمي يعني فاهم اللي هو ندى حطي ده حطي لي ده عشان تعالي في الحلويات ماشي اخليكي تقلبي. اخليكي تقلبي عارفه لما اقول لبنتي تعالي بس واخليكي تحطي السكر. ما انت صراحه خوفتيني يا ندى. انت قلت لي ما بعرفش اطبخ خالص. اقلب بعدين انتوا مش غرب يعني. لا عملت حاجه غلط هناكلها عادي هنسامحك عادي او هناكلها. ايوه ماشي.